السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز استفسر عن استفسار كده. تفضل. انا كنت حلفت على زوجتي يعني ان هي لو خرجت من بره البيت من غير بدون علم يعني تحرم عليها زي امها يعني. هي ما خرجتش تمام. نعم. بس انا عايز اكفر عن الحلفين ده يعني عشان تخرج في اي وقت عادي. ايه ما المطلوب؟ اليمين الذي قلته؟ ها؟ ما اليمين التي تلفظت بها؟ قلت لها تحرم عليها زي امها. كمل اليمين لآخره. قلت لها تحرم عليا زي والدتي يعني لو خرجت من البيت من غير ما اعرف. طيب، تريد أن تتراجع عن هذا اليمين؟ ايوه. قلت لها تحرم علي زي أم أختي ولا زي أمي؟ زي تحرم علي فقط. لا قلت لها تحرم عليا زي أم أختي لو خرجت من البيت بدون علم يعني. إذا أردت أن ترجع كفر كفارة ظهار، ولكن يمكن أن نتفادى ذلك من الآن. قل لها خلاص أنا عارف أنك هتخرجي وأذنت لك، بس يعني الآن مؤقتا كده كفر كفارة يمين. حاول تعود السؤال مرة ثانية إن شاء الله، كن مجمع العقل فيه تجميعا أحسن من الآن.